السلام عليكم. هذه الدورة جد رائعة وقوية، وتتميز بالبساطة بدون تعقيد، وترسم لك خارطة الطريق كما يقول الأستاذ وسام. وأنا دخلت عدة صفقات أكثرها ناجحة، والخاسرة كانت من عدم تطبيقي لبعض الشروط التي في الدورة. بمعنى أصح، أن الدورة متكاملة والخطأ كان مني، وتعلمت منه الحمد لله. وأدعو الناس للاشتراك في هذه الدورة التي لا تقدر بثمن وغنية عن التعريف. الأستاذ وسام يقدم لكم كنز بثمن زاهد. لا تترددوا في الاشتراك، والله نصيحة قبل فوات الأوان. هذه الدورة فيها معلومات لن تجدها في مكان آخر، وأنا بحثت كثيرا ولم أجد مثل هذه النصائح والمعلومات. والشكر للأستاذ وسام، وما شاء الله أستاذ وسام عنده أسلوب تعليم رائع جدا، وطريقته في التعليم يفهمها الجميع. وكل الشكر لأستاذنا وسام، والسلام عليكم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة عمار في الكذب. سنقوم بتحليل عملة شيبا إينو. الكثير من الإخوة طلبوا مني تحليل هذه العملة، وسنقوم بتحليلها النزول عند رغبتكم. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، الرابط ستجدونه في صندوق الوصف. تضغطون على الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو باليوتيوب بقناة العملة في الكذب. عندما تضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معكم فيها صفقات المشاركين في دوراتنا التدريبية، أرباحهم صوت وصورة، شهاداتهم صوت وصورة. لتعرفوا أن دوراتنا التدريبية من أقوى الدورات في العالم العربي، وكذلك أشارك معكم آخر عروضنا. وآخر عرض هو هذا العرض الذي تحصل فيه على دورتي التحليل الموجي والبرايس اكشن ب 197 دولار فقط، ثم بالاضافه الى ذلك تحصل على شهرين مجانا من ثلاث مجموعات. وبالنسبه لي انا هذه المجموعات اهم من الدوره، لانه فيها ناس تساعدك على الاحتراف، على تتابع معك حصص زوم مباشره للتطبيق. هناك مجموعتين للنقاشات فوركس وعملات، وهناك مجموعه للتحليل اليومي للذهب اليورو دولار بيتكوين والداو جونز. كلها تستفيد منها لمدة شهرين مجانا، زائد أكيد إذا دخلت في العرض، يعني إذا اشتريت دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن لا يمكن الحصول عليها لوحدها، يعني داخلة في العرض. هذا عرض كله لا يتجزأ، لا يمكن تجزيئه. إذا إذا أردت الانضمام إلى 5% الناجحين، إلى عائلة العلم في الكذب، الرابط أسفل في تعليقات أول رابط وفي صندوق الوصف أول رابط، تضغط عليه تتحدث معي مباشرة على التليجرام، أنا الذي أجاوبك وتبدأ مسيرتك نحو التعلم. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العملاء في الكذب مباشر، الرابط في تعليقات ثاني رابط، تضغط عليه وتصبح عضو في هذه القناة المجانية باليوتيوب. عضو في هذه القناة ليست مجانية، إنما عضو في قناة الجديدة باليوتيوب العملاء في الكذب، التي سنبدأ بوضع فيديوهات فيها ابتداء من السنة المقبلة. عندما نصل إلى 10,000 مشترك ساعدونا إلى في الوصول إلى ذلك العدد. تحذير: التداول من خطيرة، يمكن أن تخسرك أموالك. لذلك كل ما نقوم به في القناة هو مغزى تعليمي تثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغط على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تنتم عن قراراتك. قناة العملاء في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلبه منك أن تراقب، تقارن، تشاهد. إذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام لدورتنا وإلى عروضنا. شيبا، ماذا لدينا في هذه العملة؟ إخوان، انسوا لي السعر، أنا أريد أن أعرف فقط تفاصيل الشرط. انسوا لي السعر، افهموا المبدأ من التحليل. حتى لو كان السعر مختلف بين هذا الشرط الذي استعمل وبين شيبا في تريدين فيو، ليس هذا هو الاشكال. انا اريد فقط ان احلل البنيه، اريد ان اعرف التفاصيل. فبالتالي استعملت هذا الشرط، فانسوا لي هذا السعر. لا اريد ان ارى احدا في تعليقات يقول يا شيبا سعرها الان كذا وانت حللت. انا اهتم فقط بما يوجد هنا، بالتفاصيل هنا. تمام. طيب، ماذا لدي في عمله شيبا؟ لدي موجه دافعه، ثم نطاق هنا تصحيح، ثم صعود، زيادة في المومنتوم، زيادة في الزخم، مما يعني أن المشترين أقوياء. هذا البيج بوي قوي وهذا البيج بوي قوي، مما يعني أنه إذا اكتمل هذا التصحيح سيكون هناك صعود على الأقل لكسر هذه القمة، ثم لمستوى 127 في بوناتشي اكستنشن لكل هذه الموجة، لأن هذا التصحيح الكبير سيلغي هذا التصحيح الصغير. جميل جدا، هذا هو تحليلي بكل بساطة. طيب، لاحظوا معي، لدي بعض المشاكل في عملة شيبا. أولا، التصحيحات الواضحة سأحددها الآن في عدد النزول. هذا تصحيح واضح، هذا تصحيح واضح،
إذن بقيت لي هذه الحركة، هل هذا هو تقفيلها؟ إذا كان هذا تقفيلها فهذا هو التصحيح الكبير، سيلغي هذا التصحيح، سيصبح هذا تصحيح واحد، وهذه موجة دافعة، وأحتاج أن ينزل شبه لكسر القاع لأتأكد أنه خلاص، أنه خلاص. هذا سيناريو من السيناريوهات. السيناريو الثاني، إذا ما كان هذا هو الرانين فلات، قد يعود شيبا إلى هذه المنطقة ثم يرجع، وهكذا يكون هذا هو التصحيح. وفي هذه الحالة قد نقول أن التصحيح هنا هو هذا رانين فلات صغير، وهذا رانين فلات صغير، وهذا تصحيح واضح، وهذا هو أكبر تصحيح للنزول قبل الصعود. هذو هما السيناريوهات الموجودة حاليا في هذا التصحيح. طيب لاحظ الآن أنني في نطاق، هذا النطاق، حرب كبيرة، حرب بين المشترين والبائعين. سأحاول، هذا هو النطاق. إذا هناك حرب هنا، تحضير بين المشترين والبائعين، تحضير بين المشترين والبائعين. لاحظوا هنا كان هناك تلاعب، كان هناك تلاعب، نحن الآن في منطقة تلاعب كذلك، كان هناك تلاعب هنا، نحن أسفل النطاق. فبالتالي إذا أردنا أقول أن هذا تصحيح للنزول لكسر القاع، هذا القاع أحتاج إلى تصحيح واضح في هذه المنطقة لنرى، يعني منطقة تمركز الأموال، لنرى هل هناك أي منطقة تمركز أموال واضحة. هنا هو ذلك التصحيح، 4 ساعات. أوكي، طيب لكي أتداول شيبا للنزول أحتاج إلى تصحيح واضح، لكي أتداول شيبا للصعود كذلك أحتاج إلى موجة دافعة ثم تصحيح، سأعطيكم كيف. الآن أنا في نطاق، لكي أقول أن شيبا للنزول، لاحظوا معي لدي هذه الحركة قوية، إذا نزل شيبا وكسر ثم عاد، هذا تصحيح للنزول، مثل هذا التصحيح، لاحظوا كسر هذه المنطقة ثم عاد، تصحيح للنزول، هذا ما أريد أن أرى. هنا زخم يقل موجة دافعة تصحيح أبحث عن البيع، زخم يقل موجة دافعة تصحيح أبحث عن البيع، هذا ما أريد أن أرى هنا لكي أبحث عن البيع لكسر هذا القاع، لا يهمني الرقم، تذكروا هذا القاع. أوكي، إذا هذا بالنسبة للبيع. طيب بالنسبة للشراء، أو لا زال هناك سيناريو آخر، لاحظوا السيناريو الآخر، لاحظوا معي، المهم جدا أن تعرفوا كل السيناريوهات المحتملة حتى نعرف كيف نتعامل مع شيبا. نفترض أن شيبا صعد من هذه المنطقة هكذا، طيب هذه حركة قوية أحتاج أن يتم تقفيلها ثم يعود شيبا لمرة أخرى، وهذا تصحيح هكذا ريجولار فلات، ومن هنا أبحث عن النزول، كذلك نقص في الزخم، موجة دافعة تصحيح، أبحث عن البيع. نفس الشيء لكسر القاع، سيلغى هذا التصحيح لأن هذا أكبر منه، ستكون موجة دافعة تصحيح، موجة دافعة. هذا سيناريو آخر، إذا هذين هما السيناريوهين المحتملين. أي واحد فيهما حصل؟ جيد، لكن الآن ليس لدي لا بيع ولا شراء، لماذا؟ لأنه لدي موجة واحدة ثم موجة ثانية غير مكتمل البنية، أحتاج إلى موجة ثالثة وأحتاج أن تكون تصحيحية، ليس لدي تصحيحية، ليست لدي موجة تصحيحية. هذا بالنسبة للهبوط، ما دمت أنا أسفل النطاق. طيب للصعود، أحتاج إلى صعود قوي ثم تصحيح هنا، لماذا أريد صعودا قويا؟ أريد صعودا قويا لتكون هناك زيادة في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة التي ستصعد، لماذا؟ لتثبت لي أن ذلك البيج باي الذي دخل هو قوي، ذلك المشتري الذي دخل في تايم فريم 4 ساعات هو قوي، بما يعني أن ربما هناك صعود، لكن هذه الفرصة ستكون خطيرة، لن تكون جيدة 100%، ستكون خطيرة. أفضل أن تنتظر إلى أن يكون هناك بنية واضحة للشراء، لحد ثالث هناك بنية واضحة للشراء، لكن البيع ممكن لأننا أسفل هذا النطاق، أسفل الحرب، الدائرة بين المشترين والبائعين، فبالتالي
إذا كان هناك فرصة للنزول أبحث عن النزول، لكن الشراء أفضل أن يكسر النطاق ثم يصححونه فوق هذا الجدار، آخر جدار، أفضل ذلك، أفضل كسر النطاق ثم تصحيح، وهنا أبحث عن الصعود. والمشكلة أنه حتى الصعود سيكون فقط لكسر هذه القمة، عندما يتم كسر القمة تحول الخسارة إلى بريك إيفن. لماذا؟ لأنه ممكن يكون هذا فقط تصحيح للنزول قبل الصعود الأخير، قبل الصعود. لذلك لا أريد أن أقع في هذا الفخ. ولاحظوا دائما شيبا يدخلك في فخ ثم ينزل، يدخلك في فخ ثم ينزل، يدخلك في فخ ثم ينزل، فخ ثم ينزل، فبالتالي يجب الحذر، فخ ثم ينزل، فخ ثم ينزل. لا أريد أن أحصل أن أكون في هذه المناطق، أريد أن أنتبه. إذا طالما أنا تحت النطاق أحتاج فقط إلى تصحيح يكون واضح، راني فلات مثلا أو ريجولار فلات أو أي شيء، وأبحث عن الهبوط لكسر القاع. لكن أبحث عن الهبوط من هذه المنطقة من الموجة السي، وليس من كسر النطاق، وليس من كسر التصحيح، لأنه إذا كسر التصحيح، إذا بعت في هذه المنطقة سأحول خسارتي إلى منطقة الدخول عندما يتم كسر القاع وأتركه إلى أن يصل إلى هذا القاع، لأني لست ضامنا هل سيكسر القاع ولا لا، لأن هذه الموجة هي تصحيحية وبها هذه الحركة القوية يجب أن تقفل كذلك. إذا استعملنا التحليل الموجي هذه الحركة القوية 1 2 3 قد تقفل، يعني ممكن يرجع يعطيك رنين ثم يعود ثم فجأة يعطيك هذا النموذج ثم يرجع، وهكذا تقفل. لذلك إذا بعت من هذه المنطقة كسر القاع وحول الخسارة إلى بريك إيفن على أمل أن يكسر هذا القاع، إذا لم يكسر هذا القاع وعاد بقوة أنا خارج الصفقة بدون خسارة، لأنه عندي هذه الحركة قد تقفل. مثل مثلا لما أعطاني هذه الحركة مع هذه الحركة قفلت، وهذه الحركة مع هذه الحركة قفلت. تلاحظون دائما يتم تقفيل الحركات، دائما يتم تقفيلها لما تكون حركة قوية يتم تقفيلها. لذلك لما تكون عندي هذه الحركة القوية، لاحظوا هذه الحركة القوية تم تقفيلها، دائما لما يكون حركة قوية قد يكون هناك تقفيل ثم نزول، لذلك انتبهوا من هذا الأمر. لكن كل ما علينا فعله الآن هو انتظار هذا النطاق أن يتم، يعني أن يكون تصحيحا واضحا هنا، واضحا إما رانين أو ريجولر أو إكسباندين يكون واضح، وبعد ذلك يمكن تداوله للنزول، تداوله للنزول. أما الصعود أحتاج إلى أن يصعد السعر بقوة ويكسر النطاق إلى الأعلى، أحتاج أن يصعد السعر بقوة ويكسر النطاق إلى الأعلى، وهكذا يمكن تداول النطاق، كسر صعود تصحيح ثم أبحث عن الصعود كسر هذه القمة تحول الخسارة إلى بريك إيفن وتركه لنرى إلى أين قد يصل. إذا عاد بقوة وعاد إلى النطاق وصحح يمكن البحث عن النزول مرة أخرى. إذا هذا هو تحليلي لعملة شيبا اليوم، أعطيتكم كل الأمور اللي متوقعها، لكن على المدى الطويل شيبا هي للصعود، على المدى الطويل شيبا هي للصعود، أحتاج فقط أن يكتمل هذا الديسكاونت قبل البحث عن الصعود. إذا هذا هو تحليلي اليوم لعملة شيبا إينو، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، إذا كنتم كذلك فجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، إذا أردتم احتراف الطريقة التي أستعمل التحليل الموجي والبرايس أكشن، ما عليكم إلا الاشتراك في هذا العرض. هذا أفضل عرض يمكنك الحصول عليه في عالم التداول حاليا، الرابط أسفل في تعليقات أول رابط وفي صندوق الوصف أول رابط، اضغط عليه تحدث معي مباشرة على التليجرام الذي يجوب. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم أن يمنعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.